عدد الأندية حقيقة 522 ناديا، رقم بعد عام 2019 تقريبا، من 2018 إلى 2023 أو 23 لا ما تأسست أندية إلى حد نهاية 22 لا إلى بداية التقييم، تقييم الأندية من عام 2018 إلى عام 22 لم يكن هناك تقييم سنوي للأندية. لذلك خلال هذه المدة الأربع سنوات تأسس ما يقرب من 300 نادي، أغلبها على الورق متكامل، أغلبها واقع الحال لا شيء، وهذا اكتشفناه حقيقة بالتقييم. كارثة هايدك. احترامنا وتقديرنا للكل اللي يسعى من أجل تأسيس نادي، لكنه يجب أن يعي ما هو النادي، ما هي المؤسسة هذه اللي يأسسها. هذا أساس بناء الرياضة في البلد هو النادي، لذلك عليك أن يعني تؤسس مرتكز حقيقي وثابت لا تهزه أي يعني رياح هنا أو هناك أو أي شيء بسيط ممكن أنه يؤثر عليه. يعني من طلعت أنت على تقييم الأندية، الأندية اللي طلعت عليها هي بنفسها كان كلامها أنه لأول مرة تأتي لجان وتطبق هذا التقييم بهذه الطريقة. الحمد لله كانت شفافة وموضوعية وليست تعسفية أبدا نهائيا. يعني كل الأخوة في الأندية تعاونوا ويانا تعاون كبير جدا. أنتوا هم حذرتوا الأندية في وقت أكيد أكيد إنه لحد يحاول ينطي رشوة للموظف، لحد يحاول يغض الطرف، هاي رسالة كأنما هذه الممارسات كانت تحصل. شوف أنا